سنة بعمل معها الموضوع. شوف اعمل لك اسفلت المره الجايه طريق اعمل لي اسفلت ليش بتعمل لا لا بدنا نصور احنا قاعدين نضحك انت برمرش شكون وصل لك شعاره خذ رقم صاحب الارض ها اذا انا ما طيب ايش نوع التفاح قال لهم اقول لهم قلعي عمو خل تحط بزهري انو قلعي وقت تودين هذول ايش ان ايش اصور ضيعت يلا بدنا نروح حمال الحمد يا شيخ بس خرونا خل خرونا يلا يلا تعال انت يا محمد قديش الكيلو بتبيعه من هنا؟ احنا عمال بندخل يلا يا اولاد في جراد في جرح في جرح لا انا شوف فقد فقد ها؟ علم تبين؟ تبين؟ لانك والله غير مهند ها؟ الملس بس اذا باربعة تشتري يا ابو حمزه يلا روح يا محمد يلا يلا يا اخو يلا وخذ لك كمان علبة تمام الله يبارك يا بسام هذا صور ولا فيديو بس كله بدك اياه لا نشوه هي نشوه خلينا ابو محمد او ابو جهاد قالوا لنا النص كل بيت حنوم الشمال عارفين عن المزارع البيار هنا والوزارة الزراعة عرفيتني اللي صور محمي مقديش يلا توقع نزلك بس نزلك بس نزلك بس بسم الله الرحمن الرحيم انا جابوا مشاريع وزرعوا انه بدنا احنا اقتصادنا شعب غزة يستفيد من اقتصادنا على سبب نستورد من عندهم واحنا مش حابين نستورد من عندهم احنا شعب غزة نقلم يعني الخوف باللبن بموسم الزيتون وموسم الطريق لينا اقتصادنا يعني نزرع خضرة نزرع شجر نزرع حاجة عشان يشتغلوا عمالنا ونوكل نظمة العيش في قطع في الدرار استنى استنى بس طلع عليه طلع عليه انا طلع عليه هيك كمان يلا
شاء الله.